قال تعال يا شيخ اسجد الآن وأسمعني حبيبي الغالي، اسجد لله عز وجل وقول، شوف الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل اللهم يا مالك الملك، قلها من هنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه ما يحتاج تشرحها، شفناها يا شيخ. واحد سجين الحين طلع ملك، محمد مرسي، واحد ملك ورئيس طلع سجين، المالك الملك هو الله. قال تؤتي الملك من تشاء، طلع فلان اللي توه له 10 شهور وهذا له 5 سنوات، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك وحده بس واحد وحده لا إله إلا هو على كل شيء قدير، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، تؤتيهما من تشاء وتنزعهما من تشاء، اغنني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. قل هذا الدعاء، والله لو عليك الدنيا كلها، لكن قلها من قلب، والله لا يفرج عن الله عنك. مشكلتنا ان نحسب ان فلان هو اللي بيفرج عني، فلان هذا مسكين ما هو لا.